أوضحت الدكتورة هالة رضي خلال مداخلة مرئية في برنامج بكم نعود، أوضحت كيف يمكن علاج فقدان حاسة الشم والتذوق بعد التعافي من فيروس كورونا. عادة ما يصاب الأشخاص بفقدان هذه الحاسة في اليوم الرابع أو الخامس، يسبق إحساس بحرقان شديد في الأنف، يعني الواحد يحس كأنه شام فلفل. عقبها يكتشف أنه ما يقدر يتذوق وما يقدر يشم الروائح. مو في كل الحالات يكون هناك انسداد أو سيلان في الأنف. عادة يتواصلون وياي المرضى وأني أخبرهم أن أفضل طريقة هي التعامل مع فقدان حاسة الشم والتذوق وكأنها زكام أو جيوب أنفية. نستخدم إليها بخاخ الأنف المضاد إلى الاحتقان، ونستخدم مضاد هستامين وغسول أنف ملحي. بعض الأشخاص تستمر وياهم هذه المشكلة مجرد أيام، يعني 5 أيام 6 أيام أقل أو أكثر، وإنما بعض الأشخاص تستمر وياهم أسابيع، هذه فئة أقل، وهناك فئة أقل أيضاً تستمر وياهم هذه المشكلة إلى أشهر. أغلب الدراسات أثبتت أن 6 شهور هي أقصى حد ممكن الشخص يفقد فيه حاسة الشم والتذوق بعد الكورونا، وبعدين بالتدريج ممكن يرجع إليه. هناك بعض الأعراض اللي شكى منها الأشخاص اللي فقدوا الشم والتذوق ورجعت إليهم الحاسة من جديد بعد الإصابة بالفيروس، وهي إنهم بدوا يشمون روائح أشياء مزعجة. هذه الأشياء تكون فيها روائح من الكبريت، فتكون بالنسبة لهم مزعجة، والمزعج في الموضوع إن نفس الريحة اللي يشمها يتذوقها، وتكون مثل ما قلت لكم من مشتقات الكبريت والأمونيا. أيضاً طريقة التعامل وياها تكون التعامل كأنه مع حساسية أنف، المواصلة على استخدام بخاخات الأنف والغسول ومضادات الهستامين.